وسط الميدان اتجاه المهدي اوبيلا. اوبيلا تمكن من تمرير شجر الداودي يقطع سعد لمطي يلعب الصبر الخدشاوي وسط لمحمد فقيه اللي لبس خودي فرشيه اليمنى خطيره لفريق الجيش الملكي. خطيره خطيره الجيش الملكي يسجل الهدف والموقع ابو بكر طونكارا. انا ما اقول لكم بانه معطيات المباراه اللي تجمع بين الفريقين الحسنه والجيش الملكي لقاءات لا طالما كان فيها ايقاع وكان فيها هدف. جولة ثانية قول مثالية من جانب الطرفين. سجل الحسني هدف في نادي متابعة تصطدم على مستوى القائمة الايمن والتسديدة كانت من جانب ابو بكر.